بعدين يا هارون؟ ولا قابلينا مزرح الله، وهنفضل مستنيين كده ما يحرقوا محلاتنا وياخدوا شقة عمرنا ولا ايه؟ مش لما نعرف هما مين الاول. انت لسه عندك شك ان هما المتعصبين اللي كارهين وجودنا الاخوان واللي زيهم؟ لحد ما التحقيقات تخلص يبقى نتهم اللي نتهمه، ولغايه ما يحصل ده بلاش كلام ملوش اساس. انت اللي بتقول كده يا هارون؟ انت راجل يهودي ومتدين. ما عشان انا متدين ما يصحش ان اظلم حد. سليم ولا مش سليم؟ سليم. اتفضل يا عبد الله. على السلامه يا استاذ موسى. الله يسلمك استاذ موسى. ايه الغيبه دي؟ معلش ظروف يا مخلوق. الف الف حمد لله على السلامه يا ابني. الف حمد لله على السلامه. والله ليك وحشه يا سي موسى. انت كمان يا صروح. الحمد لله على السلامه يا موسى. ازيك يا زينها؟ ايه الاخبار يا عم طنان؟ كله تمام يا ابني، لولاش الحاسه الاخرانيه. بس سمعت عن اللي حصل؟ في حد جرى له حاجه؟ امنت عيش انت وفرغالي بتاع الغلال. الله يرحم الجميع. انما ايه النور ده كله يا سي موسى؟ ده نورك يا زينها. الحمد لله على السلامه يا سي موسى. الله يسلمك عم خليل. ازيك يا حسن؟ هو انت مالك خاسس كده وهفتان؟ نعم. انت بتحارب ولا ايه؟ وانت مالك انت اذا كنت بتحارب؟ انت لو كنت بتحارب قول لنا، كنت بتحارب مين ضد مين؟ انت اتجننت؟ انت ازاي تتكلم معايا؟ يا سي موسى ما تقول لي اهل حتتك اختفيت فين المده دي كلها؟ ايه يا خليل؟ ايه اللي جرالك؟ انا تعبان مش هضيع وقتي معاكم. ما تقول لهم كنت تعبان من ايه؟ هو عيدك دي؟ الله الله الله. ايه يا حسن؟ في ايه؟ استهدوا بالله، ده احنا هنلم. ايوه اتلموا على بعض بقى. لم نفسك يا خليل. ايه؟ ما حدش مكفيك في الحته دي ولا ايه؟ يلا عم هارون خد القطاع على طول. يلا خليل روح على المحل بتاعك. بقى الحاره دي لازم تنضف. لم نفسك يا خليل، اي كلمه زياده هقطع لك لسانك. يلا يا اخوانا كل حاجه يروح على حاله. يلا يلا. يا قلبك يا قلبك كده برضه هانت عليك امي. انا رجعت لك اهو يا امي. رجعت لها منين يا سي موسى؟ تعمل زي الجهله اللي تحت ولا ايه؟ اللي تحت جايز يكونوا جهله بس ما قالوش حاجه غلط. وانا ايه اللي انا عملته غلط؟ انت مش عارف؟ بقول لك ايه يا هارون، الواد جاي من السفر تعبان عايز يرتاح وياكل لقمه، بعدين يبقى نتكلم كلنا في كل حاجه. انا راجع المحل وانا مش عارف حاول ايه ولا اوديه وشي فين من اهل حتتي وجيراني. سيبك من الكل وخليك معايا. تاكل ايه؟ انا تعبان وعايز اخد حمام الاول. عشتي تريز. الحمد لله على السلامه يا موسى. خس عليك كل دي غيبه. معلش ظروف. مين يا موسى؟ طب انا لازم اشوفك الليله لازم. طيب سلام.